السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيبي الغاليين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ سنة سعيدة للجميع، وكل عام وانتم بخير بالصحة والسلامة ان شاء الله يا ربي وطولة العمر. بمناسبة رأس السنة عملت واحد الكاتو باش نفرحوا الوليدات ان شاء الله، وقلت علاش لا ما تقسموش معاكم. كاتو اللي هو اقتصادي وفي متناول الجميع، مكوناته موجودة في اي بيت، كيجي هشيش ورطب ولا روعة في المذاق. دونك خليكم معايا مع طريقة التحضير. وعملت واحد التحدي انا وقناة ام شيماء، حتى هي عملت الكاطو ديال راس السنة. دونك خليكم معايا وغادي تشوفوا التحدي، وان شاء الله نتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم ونال رضاكم. هنا صافي خرجت الجينواز من الفران، كما تتشوفوا كنطفات عليه من الفوق، خليته يلا تحمر واحد شوية هكا من الفوق وانا نطفي عليه. والحجم كما تنقول انا خليتها غليطه واحد شويه، غنقلبها على الوجه اللي كان فوق بحال هكذا باللي تتشوفوا. وغنحيد داك البابيل غير بشويه، راه ما تديش الوقت كاع في الفران. تقريبا دات لي ما كملش 20 دقيقه. على بركة الله ان شاء الله غنبداو في الوصفة ديالنا. دابا غادي نحضروا الجينواز. كما كتشوفوا معايا هنا خديت واحد لو بول، غادي ندير فيه 4 د البيضات اللي كيكونوا بدرجة حرارة الغرفة، 4 د البيضات، وغادي نزيدوا عليهم كاس كبير ديال السكر بنفس العبار، وغنزيدوا عليهم ساشي ديال الفانيلا، وغادي نطربوا هادشي كامل بطراب كهربائي، وغترجع لينا مهم نطربو حتى ترجع لينا ديك الخلطه يعني كريميه، يعني السائل يولي كريمي. نطربو مزيان، نطلعو داكشي حتى يضاعف الفوليوم ديالو، داك البيض يضاعف الفوليوم ديالو مع زياده السكر شويه بشويه، وحتى يضاعف لو فوليوم ديالو. وخليكم معايا مع التتمه ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا هنايا الخليط بعد ما ضربته رجع لي على شكل كريمي. ها هو ده هو الكاس باش حبرت، هذا هو الكاس. عبرت به مهم السكر، وعبرت به حتى الدقيق. المهم دابا غادي نزيدو الدقيق ديالنا ان شاء الله، كاس كبير ديال الدقيق مع نصف ملعقه صغيره ديال خميره الحلويات، غير الراس ديال المعلقه، المهم ما تكتروش، ديال خميره الحلويات. وغادي نزيدوهم ان شاء الله دقه بعد ما نغربلوهم ان شاء الله، نزيدوهم دقه وحنا كنخلطو كنهزو من التحت للفوق، كنهزو من التحت للفوق باش ما يتهرس ليناش البيض وتخسر لينا ديك لاباغي ديال البيض. حنا الغرض ديالنا بغينا البيض يبقى شاد الفوليوم ديالو، وحنا كنزيدو الدقيق كما قلت لكم على مراحل، ما تزيدوش دقه وحده وانتوما كتحركوا. المهم كما كتشوفوا معايا في الصوره راه كله واضح في الصوره، وانتم ديروا الدقيق وانتم كتخلطوا ان شاء الله. ندوزوا للمرحله الثانيه باذن الله. دونك فوالا، شوفوا معايا هنا كما خلطنا الخليط كيجي على هذا الشكل هذا. دابا غادي نزيدوا ملعقه كبيره ديال الزبده مذوبه، بحال هاد الشكل، وغادي نحركو الخليط ديالنا هكا من تحت للفوق كما كتجيو تشوفوا، غير بشويه باش ما تهرسوش داك الفوليوم ديال لاباط. فوالا صافي، وغادي نديروها في الصينيه ديالنا باش نطيبوها، وراه ما كتاخدش الطياب بزاف. المهم انا غادي نديرها في الصينيه. كما كتشوفوا معايا هنايا درت لاباغي ديالي او العجينه ديالي في الصينيه، ودابا غادي نحشيها في الفران ان شاء الله. راه ما كتاخذش طياب بزاف، الفران على 180 درجه لمده 20 دقيقه ان شاء الله باذن الله.
كما كتشوفوا عندي هنايا واحد لوبول، غادي ندير الكريمه ديالي، غنطرب الكريمه ديالي، راني خرجته من الفريغو راه بارد. غادي نزيد عليه هنا الكريمه ديالي حتى هي اللي بارده. عندي هنايا جوج كيسان كبار ديال الكريمه السائله، غادي نطلعها غادي نطربها بالطراب الكهرباء ديالي اللي حتى هو درت هاد لي فوي حتى هما كانوا في الكونجيلاتور. دونك انا غادي نطرب الكريمه ديالي ونرجع لكم ان شاء الله باش ما نديرش لكم الصداع. كما كتشوفوا معايا بعد ما طربت الكريمه ديالي ها هي طلعتها اون شونتيي. دابا غادي نزيد عليها الكراميل. هاد الصوص كراميل ها هو كما كتشوفوا اللي انا صايبته في الدار. المهم الا بغيتوا الوصفه قولوها ليا نخلي ليها نشاركها معاكم. هاد الصوص كراميل كيجي بنين ولذيذ، حسن من تاع الاسواق فريمون. انا كنديرو في الدار كيجي واعر. المهم اللي بغى الطريقه يخليها لي في لي كومونتير، انا نصايبو ان شاء الله. المهم انا غادي نزيد واحد الملعقه ديال صوص كراميل، انا غنسم الكريمه ديالي بصوص كراميل وانتوما نسموها باش ما بغيتو، انا باغيه نديرها بصوص كراميل. فوالا غادي ندير هكا، درت 3 د المعالق كبار. غادي نخلط الكريمه ديالي ان شاء الله. دابا غادي ندوزو ان شاء الله للمونتاج ديال الحلوه ديالنا. الكريمه ديالي هي واجده، البسكويت ديالي واجد. المهم ان شاء الله دابا غندوزو للمونتاج. انا درت هنا هاد لو بلاطو هذا، حطيت لو مول ديالي اللي غادي نمونطي فيه اللي غندير فيه الحلوه ديالي، ودرت هاد لو بابي هذا غير باش ما يخسر ليا لو بلاطو باش نقدر نحيدو بلاتي. على بركه الله غادي نبداو. غادي نديرو الطبقه الاولى ديال البسكوي بحال هذا الشكل هذا، غادي نسقيوه. انا اختاريت نسقيه بالقهوه، نتوما سقيوه باش ما بغيتو، انا بالسيرو من قهوه نسكافي والماء، نتوما سقيوه باش ما بغيتو، بالحليب سيرو مع السكر اللي بغيتو. كما كتشوفوا معايا هنايا، المهم درت الجينواز ديالي، سقيتها بالسيرو ديال القهوه وزدت عليها الكريمه. دابا غادي ندير عليها المكسرات، نتوما المكسرات ديروا اللي بغيتوا. انا اختاريت هنايا بيستاش كونكاسي، المهم انا اختاريت بيستاش كونكاسي. نتوما ديروا اللي بغيتوا، القرقاع اللوز، مهم اللي كان متوفر في الدار ماشي اوبليجي، واللي ما بغاش يدير ما يديرش. مهم هي داك الشيء كيعطي واحد القرمشه. بحال هذا الشكل هذا كنوزعو كامل على الكريمه ديالنا. فوالا بحال هاد الشكل. دابا غادي نديرو الطبقة التانية ديال البسكوي، بحال هاد الشكل هدا، وغادي نضغط واحد شوية. غادي ندير لها نفس الطريقه الكريمه وان شاء الله. كما كتشوفوا معايا هنايا، بعد ما درت المكسرات ديالي درت البسكوي وسقيتو بالقهوه ودرت عليه الطبقه الاخيره ديال الشونتيي، المهم ديال لا كريم، وساويتها على الوجه هكا. ودابا غادي نديرها في الفريغو باش تبرد باش تشد راسها ان شاء الله، ومن بعد نكملوا المراحل. كما كتشوفوا معايا هنايا، بعد ما برد الكاطو ديالنا وحيدت له داك المول،
دابا غادي نصيبلو هاد الجوانب هادو بواحد شويه الكريمه وواحد شويه ما نكتروش بحال هكا. حيت غادي ندير له انا اللوز إفيلي كما كتشوفوا معايا هنايا بعد ما ساليتو. دابا غادي ندير له اللوز إفيلي مع الجناب بحال هكا. المهم انا اللوز راني اللوز حمرته واحد شويه في واحد المقله، المهم حمرته ما خليتوش هكاك. المهم نسالي اللوز ديالي ندورو كامل الكاطو وان شاء الله نكملو التتيمه. المهم كما كتشوفوا معايا هنايا انا بعد ما دورت له كامل اللوز افيلي دابا راني بديت كنزوقو. خديت الكريمه ودرتها في البوش ديالي، خديت واحد لادوي. المهم تختاروا نتوما لادوي اللي بغيتو وصافي كتبقاو ديروا الديكوراسيون اللي يعجبكم. انا غادي ندور عليها كامله وصافي هذا هو. ومن بعد غادي ندير ليها الكلاصاج الفوق. خليكم معايا باش تشوفوا الكلاصاج ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا هنايا خديت الشوكولاته الابيض ودوبته في باماري. دابا غادي نزيد عليه واحد دانون كراميل وغادي نخلط. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good time.